بارك الله فيكم شيخنا. السؤال السادس في هذا اللقاء: امرأة سافرت إلى بلد أوروبية فرارا من ويلات الحرب في بلادها، وهي تعيش في هولندا مع أطفالها، وتقدم لها رجل لزواجها ولكن ليس معها ولي، فمن يقوم بتزويجها علما بأن قاربها كلهم في بلد آخر؟ هذا الأمر ميسور، تطلب تخبر وليها في البلد عن طريق الهاتف أو عن طريق ما يسمى بالبريد الإلكتروني، وهو يوكل رجلا من المسلمين يعقد لها إن لم يستطع الحضور. وما دامت مهاجرة فيما يظهر من بلد عربية إلى بلد أوروبية يصعب الحضور، يوكل رجلا يثق من دينه وأمانته يعقد لها.